لا تحاول أنك تحصل رضاهم إلا بشيء واحد، وهو أن تتخلى عن دينك نهائيا وتتبع ملتهم التي هم عليها، وهي ملة الهوى. ملة الهوى ليست ملة دين، ملة هوى. نعم، لأنهم لو كانوا يريدون الدين لاتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم لا يريدون الدين، إنما يريدون ما يهوون وما يحبون. نعم. فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرون. إذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، فما بالك بالمشركين، بالمشركين القدامى والمحدثون، عباد القبور والأضرحة، مثل المشركين الأولين، كلهم سواء، ما يرضون بالتوحيد، إنما يرضون بأن يدعى غير الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فأنت تذكر التوحيد عند أهل البدع وعند الصوفية وعند شو يسوون بك، ما يرضون أنك تذكر التوحيد أبدا، أبغض شيء إليهم ذكر التوحيد. هذا مصداق لقوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يفرحون بأن يذكر دينهم ومعبوداتهم يثنى عليها.